السلام عليكم متتابعي قناه حسام الاعمال المتنوعه، كديرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير والاحوال طيبه ودائما نلقاكم بافضل الاحوال. اليوم ان شاء الله غنديروا طريقه ديال الرشمه اللي كنت رشمت معكم شحال هادي، قلا شي يومين دابا تقريبا، يومين باش درت معكم واحد الرشمه ودابا راني خدامه عليها. هي اللي لاحظتوا هنايا، هي فيكم كما كنت قلت لكم، كما كنت قلت لكم قبل عفوا. وانا دابا قربت نسالي هاد الكم هذا، بقات لي فيه هاد الخدمه هذه. من ناحيه هنايا الا لاحظتوا كاين واحد الطروفه ديال الثوب، هزتهم بالماكينه. علاش بالماكينه اولا باليد؟ لانه هاد الثوب في الكم ويعني ما عنديش مساحه هنايا فين نشد لي المرمه، كنضطروا اننا كنخيطوا الثوب طريفته كنزيدوه باش كنوليو نخدموا على خاطرنا، باش كتجينا الخدمه زوينه حتى الثوب ما يتفزرش لكم، يعني كديروا فين تشدوا. هنايا انا درت على جوج جويه، وهنايا حيت الدرجه انا مخلي 4 سنتيم، يعني درت غير من هاد الجهه هذه. دابا انا راني باديه كيف ما قلنا، درت عندي هنايا في الوريقه درت جوج الانواع، درت سامبل ودرت بالبريد، والوريضه كنعمرها بالعقده الفرنسيه. غادي نبداو. انا راني خدامه بالطرز، بالخيط ديال الطرز ماشي بالحرير، ثلاثه الالوان مارون شوكولا، وهذا اللون الارض ترابي، وهذا الصفر هذا ذهبي، هادو هما اللي خدام بيهم. دابا غادي نبداو. انا وصل هنا عندي هذيك الورده بالترابي. بالنسبه للخيط هذا الا كان في المنيفه كيتبرم، تبرموه واحد شويه، ولكن في هذا الكريب هذا كيجي صعيب لبرمتو، ما كيولي تعكرش، كيولي كيجر لكم الثوب بزاف. هو واحد المساله في الكريب دائما، في اي ثوب اللي كيكون خفيف ولا كيتيري ديروا فيزلين. انا ما يعني نسيت هذه المساله هذه، ومني بديت كنخدم لقيت مشكل بانه كيتيري بزاف. هنا انا راني بارمه الخيط على 4، ماشي يعني على 4 الشعرات اللي هما 8، 4 من هنا 4 من هنا، هي 8 ديال الشعرات اللي عندي مبرومش طبعا محلول. كنولي هاي البديه اللي بديت كنضرب هنايا ديريكت معاها، كنجي لهنا مره ولا جوج كنضرب هنا في الارض، هنايا في هذاك الخط ديال الدائره اللي في الوسط، والاخرى كنجي هنا في الوسط، باش كتجي هاد المسافه كلها مجموعه ليا هنايا. غادي نبدا انا ضربتها اول ضرب هنا لهنا، نجي لهنا ما نضربش لتحت غير واحد شويه، دائما كنجي فوق من لاطراس باش كتبقى لي الخدمه ديالي نقيه، ما كيبقاش داك لاطراس ديال بابي كربون باين. شفتوا اللي لاحظتوا كيعذب شويه هاد الخيط، يعني دائما غير في البدايه تقريبا بحال هكا. نجي لهنا كنجي للنص، ومن بعد غنجي لهنا لتحت حدا هذيك الاولى اللي درنا، كنجي يلا حتو كنجي فوق لاطراس ديال البابي كربون باش كتبقى لي الخدمه ديالي متقونه ونقيه في نفس الوقت. دابا كنجي نفس الطريقه كنجر، وما تنجبدش في الثوب بزاف، غير كنجر اللي لقى كفايه انه ما بقاش لي الحرير مرخوف. فرحانه بقعد يعني قعد الناس اللي انضموا لي عن جديد، والاخوات اللي دخلوا عندي الجروب. دائما هم قادوا
دابا انا هنا فاش كملي الخيط ندير خيط جديد ونبدا معاكم. انا راني عقدت الخيط التحتاني، ملي تنبغي نبدا خيط جديد شنو كندير؟ كنجي نهز غير من النص يعني باش كيبقى لي داك العيب لتحت، كنجي ندير شد الغرز ديالي هكا، كنجي نفس النقطه لتحت هنايا كنعاود نهز الخدمه ديالي ونرجع نخدم عليها غرزه عاوتاني من الفوق باش كيطرق داك العيب بصفه نهائيه. ديال الخيط بحال هكا، دائما كنخدم شويه خارجه على لاطراس دائما نحاول نجرب الخيط بيدينا باش ما يبقاش عندنا داك العيب. مره ولا جوج لتحت وواحده في الوسط باش كتعاون نجمعوا داك الشكل اللي كيكون عندنا على برا في الداخل. دابا غادي كندير انا الخيط الطويل كيخدم لي، ولكن دابا غير على حساب حيتاش باش على حساب الكاميرا حاولت ندير الخيط شويه صغير بعد ان نكمل هاد الورده هادي ونرجع معكم. دابا من بعد ما كملت هادي هنا درت درت الحبيبات، انا غنديرو معكم هنايا. دابا غندوزو المرحله ديال غنديرو البريد. هنا هاد الوسطانيه غنديرها سامبل، نجي في الاول دائما كنشد الخيط ديالي دائما هنا في الوسط. دابا نجي نهبط هنا بحال هكا، كنولي نجي نهبط هاد المركز، كنجي هنا طبط نهبط شويه نفس المسافه اللي غنهبط تما نهبطها هنا وندوز هنايا، نجي نضربها هنا في نفس البلاصه، نعاود نجي تاني نهبط واحد شويه على الجنب. دائما انا فوق برا لي ستراس ديال ديال سميتو ديال البابي كربون. ها هي الا لاحظتوا كنجي نهبط شويه من هنا وشويه من هنا، كنهبط مره واحده ما تنخدمش هاد الجهه ونرجع نخدم الجهه الاخرى، كنولي نهبط مره واحده. نجي نقادد الخيط بحال هكا، نجي هنا نهبط شويه لداخل صافي. دابا نديرو البريد، نجي لهنا
هبط واحد تقريبا ربع ديال النص ديال المسافه، وغادا نجي غادا نلوي 12 ليا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وكنجي كنخلي الخيط لتحت باش ما كيعذبنيش في الخدمه. كنجي نفس الطريقه، نفس الطريقه كيف هنا كيف هنا، كنهبط شويه من هنا ونفسه كنهبط من هنايا، نجر الخيط بحال هكا، نجي هنا نفس الطريقه، نطلع من هنا ونطلع يعني من خرج الخيط، ونعاود نضرب بلاصه من هنا نضرب فيها ونهز ثاني من خرج الخيط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نعاود معكم سميتو، كنجي نضرب عاوتاني هنايا بحال هكا، وغنجي نفس الجهه الاخرى ندير نفس الطريقه، ونعاود نجي لهنا ونلوي 12 ليا، 1 2 3 4 5 بحال هكا، كنجر ضروري بعد المرات كي تعكرش. نهبط في نفس البلاصه، نجي هنايا نطلع هنا ونجي هنايا، انا غادي بثلاثه في كل جهه، واحد والوسطاني هو الرابع، شوف ثلاثه هنا هكا، دابا تسالي عليه الخيط. الطريقه هذيك تخلي لينا البريد حنا اللي كنتحكموا فيه، ندير خيط جديد ونرجع معكم. دابا نجي نكمل نص الطريقه، نخلو دائما داك الخيط في التحت باش ما يعذبناش، ما يتشنتفش لينا الخيط، هلاك. دابا شنو غندير، ندورو هنايا الغصن، هنا كاين واحد الغصن، شنو غندير، غرزة كنطلع من هنا، كنعبر واحد المسافه ديال نص سنتيم، وكنجي النص ديال ديك النص سنتيم، نعاود نخرج لهذا الاتجاه هادي حسن، نفس الطريقه كنوليو كنجيو كل نص ديال ها هو النص ديال السنتيم، دائما تيبقى مقسوم لينا على جوج بحال هكا، دابا سالينا هاد الغصن، انا من بعد غنكمل هادي باش ما نديرش، غنجي لهنا خدمو الغرزه الفرنسيه اولا العقده الفرنسيه اولا الحبيبات، شنو كنديرو، كنديرو هكا كنطلعو من هنا كندير جوج ليات، كنجي من بعد واحد المسافه صغيره واحد الخيط ولا جوج، وما تنكرش بزاف وتنشد بيدي اليسريه باش كتبقى عندي الغرزه اولا العقده زوينه بهذه الطريقه هذه. وحده على وحده حتى كنكمل، انا غنكمل هاد العقده الفرنسيه هنا، وغنكمل العقده الفرنسيه هنا، وغندير البريد وغنرجع نوريكم الشكل النهائي. صافي من بعد ما كملت الرشمه كلها، هيا كيف ما كتشوفوا، هيا هنا ما كنكون دايره وما كنرجعش فيه، ما كنديرش صافي، كنجي نجر الخيط بحال هكا وكيحيد،
دابا نعاود نخيطو في الكم الاخر. الطريقه هذه كيف ما قلت لكم كتساعد على باش ما يتخسرش لينا الثوب، تساعدو معاه غير بشويه هكا صافي. ها هو حيد هاد الطرف، نجي نحيد الطرف الاخر. دير غير هكا دقة دقة، نفس التانية. نجي نحيدها من هنا، صافي. هذا هو لكم هنا حيت ما مسورجيش، صافي هو هذا كيف ما كتشوفوا. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى الله يعجبكم، وما تبخلوش اللي بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.